حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن ابي جحيفه قال قلت لعلي هل عندكم كتاب قال لا الا كتاب الله او فهم اعطيه رجل مسلم او ما في هذه الصحيفه قال قلت فما في هذه الصحيفه قال العقل هو فكاك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر